مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وبالتالي الطقس راح يكون لطيف إلى معتدل أثناء النهار، وأيضا يميل الطقس إلى البرودة أثناء الليل. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة إلى لطيفة الحرارة، وراح تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها. هذا اللون الأصفر يمثل درجات الحرارة التي تمثل الكتلة الهوائية اللطيفة إلى معتدلة إلى لطيفة من حيث درجات الحرارة والرطوبة، ويستمر تأثير هذه الكتلة اللطيفة على المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء نسبة الرطوبة النسبية مرتفعة، وبالتالي هناك خاصة بعد منتصف الليل فرصة لتشكل ضباب خفيف خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، وبالتالي يتدنى مدى الرؤية الأفقية في كثير من الأماكن. أيضا درجات الحرارة الصغرى متدنية، الصغرى تقترب من 16 درجة مئوية، أجواء تميل إلى البرودة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، نتوقع أن تكون الأجواء يوم غد الأربعاء أجواء غائمة جزئيا في فترة الصباح، درجات الحرارة أيضا أقل من معدلاتها، أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة، العظمى بحدود 24-25 والصغرى بحدود 16 درجة مئوية. أيضا الخميس استمرار الأجواء اللطيفة والغائمة جزئيا، وأيضا تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها، وبتكون العظمى بحدود 24-25 والصغرى بحدود 17 درجة مئوية. أيضا يوم الجمعة أجواء لطيفة إلى معتدلة أثناء النهار ولطيفة ليلا تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. وبحب أشير أيضا إلى أنه هناك في فرصة في صباح أيام الأربعاء والخميس والجمعة وحتى ظهر هذه الأيام، هناك فرصة حوالي 20-30% لسقوط بعض الأمطار الخفيفة أحيانا في أماكن محددة ولفترة محددة. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة، في المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا لطيفة إلى معتدلة، إربد 28-20، عجلون 27-18، جرش 28-17 والمفرق 27-16. أيضا هناك فرصة لسقوط بعض الأمطار الخفيفة في فترة الصباح. أما المناطق الوسطى أيضا استمرار الأجواء اللطيفة إلى المعتدلة، البلقاء 25-17، مأدبة 24-16، البحر الميت أجواء حارة نسبيا 33-25، لكن درجات الحرارة أقل من المعتاد، وبالتالي تقريبا بتكون ما بين حارة نسبيا إلى معتدلة، عمان 24-16، الزرقاء 27-17 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا، الكرك 23-16، الطفيلة 23-15، الشراح 20-13 ومعان 26-16. معظم هذه المناطق الجبلية الجنوبية تميل الأجواء إلى البرودة أثناء الليل، وفي العقب درجات الحرارة أقل من المعتاد، العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية. أما مناطق البادية الشرقية
فتقريبا هي معتدلة إلى حارة نسبيا، لكن درجات الحرارة المتوقعة أقل من المعتاد، وبتنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا خاصة في فترة ما بعد الظهر، قد تثير بعض الغبار والأتربة في مناطق البادية الشرقية. الأزرق 30-17، الصفاو 31-17، والرويشد 33-17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG، الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.